اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن وصف الجوكر ده يليق جدا على ضيفنا النهارده، لانه ممكن يلعب في الناحيه الهجوميه كوينج في بعض الاوقات، ممكن يبدا كارتكاز في نص الملعب في اوقات كتيره، ممكن يلعب كظهير ايمن كتير برضو، ممكن يلعب كظهير او كمساك كتير جدا، احيانا بيلعب باك ليفت. فبالتالي وقت ما هتحبوني انا موجود، مكان ما عايزيني انا هادي على قد ما اقدر. في الفتره الاخيره يمكن وصل لمرحلة نضج كبيرة، استدعت مستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب انه يشركه في بعض المباريات، بل ويضمه الى القائمة المبدئية اللي منطلقة الى كوت ديفوار للمشاركة في امم افريقيا قبل ما يخرج من القائمة النهائية. كلامنا عن احمد رمضان بيكهام، قلب دفاع سيراميكا كليوباترا. منور الدنيا احمد، حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك انت بإذن الله. طيب طبعا، حابب اشكرك على الاستضافة الجميلة دي، ان شاء الله تبقى حلقة كويسة يعني. تبقى حلوة بيك ان شاء الله. ان شاء الله. منور الدنيا كلها. بقى ما بقالي كتير ما شفتكش في التلفزيون، ما طلعتش ضيف في لقاءات او حاجة. يمكن بقالي فترة، ممكن سنتين او ثلاثة ما طلعتش، بس يعني لما عرفت بقى ان انت اللي عاوزني فقلت لازم اجي لك. ده شرف كبير لينا، منور الدنيا كلها يا حبيبي. طيب بيكهام هو ضيف النهاردة، فتعالوا نشوف التقرير ده قبل ما نبدأ حوارنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، منور الدنيا بك. منور بك. كويس كويس. طيب هبدا الاول بس بحاجه انا كنت قريت عنها وكنت اعتقد ان انت اتكلمت عنها بكده، بس عايز افتكر ايه سبب اسمك احمد رمضان بيكهام. يمكن وانا في مدرسه الكوره في المنصوره من وانا عندي 5 أو 6 سنين. كان في مدرسه الكوره كان ناس كتير بيبقى اسمها احمد احمد احمد، فيمكن كابتن حامد فهيم الله يرحمه، ربنا يرحمه. ومع ثانيه بس بطلب من الناس اللي بتتفرج كلها تقرا له الفاتحه يعني قبل اي حاجه. الله يرحمه يا رب ويلحقنا بيه في الجنه. وانا هقرا له الفاتحه دلوقتي. اقرا له الفاتحه. ربنا يا رب يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. ده واحد ليه فضل كبير عليك طبعا، ده واحد من الناس اللي مش هنسالها اللي عملوا معايا، يمكن هو السبب ان انا اكون موجود دلوقتي او يبقى ليا اسم دلوقتي. هنرجع بقى لموضوعنا اللي هو ليه اسم بيكهام. عشان ناس كتير بيبقى أحمد اسمها كتير. احمد احمد احمد، فاختار لكل واحد احمد موجود، انت مميز في حاجه. انا مثلا كنت برفع كورنرات وبلعب فاولات، فانت تمام. اسمك بيكهام، فمن ساعتها وانا اسمي بيكهام. ده كان 2000 وكام الكلام ده؟ وانا عندي 6 سنين. ف يعني ده انت مواليد 93 ولا 94؟ 97. 97 قصدي، سوري انا اسف. 97 ده المنتخب الاولمبي اللي فيعني 6 سنين ولا حاجه. يعني كان في عز توهج ديفيد بيكهام. يمكن 2002 2003 حاجه. لما كان في الريال بقى ساعتها وقبليه مانشستر يونايتد، فكان اسم كان بيكهام علق بقى كبير. خلاص من ساعتها طبعا في كل تجاربك بقى خلاص معروف ان احمد رمضان بيكهام. مظبوط. طيب احمد رمضان، بما اننا اتكلمنا عليه في التقرير دلوقتي عن قصه المواسم الانتقالات، كل موسم انتقالات تلاقي اسمك موجود، سواء بقى قاعد في الاهلي ولا هيمشي، حتى لما يمشي من الاهلي جاي له عرض من هنا عرض من هنا. انت الفتره دي بتبقى عامله ازاي بالنسبه لك انت تحديدا؟ والله فتره الانتقالات دي بالنسبه لي بتبقى زيها زي باقي الدوري عادي، ما يعني ما بشغلش دماغي بها قوي، انا سايب الموضوع لاحمد يحيى. هو اللي وكيلك. اللي بيدير كل حاجه، وانا مركز في تمريني وفي شغلي وكده كده. في وقت الانتقالات بيبقى في ماتشات يعني، زي مزبوط. دلوقتي في كاس رابطه ما بيبقاش اجازه زي باقي الدوريات يعني. فانا بركز انا في تمريني وفي شغلي وسايب له هو كل الحاجات دي. هو بيحكي لك بقى اللي بيتقال وايه اللي بيحصل ومين اللي بيكلمه؟ هو ما بيرضاش يحكي لي الحاجات اللي في الاول، هو بيحكي لي الحاجات الاخيره عشان ما يشغلنيش يعني. ما بيحكيليش كل حاجة بالتفاصيل في الأول، لما الموضوع خلاص بدخل في الجد فبيكلمني يعني. كان في نهاية موسم الانتقالات الصيفي آخر كام ساعة كده فجأة الناس بيطلع لها خبر فشل انضمام أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا للأهلي، اللي هو أصلا ما كانتش قصة معروفة إن في مفاوضات. إيه اللي حصل ساعتها وليه القصة ما كملتش وليه فضلت في سيراميكا، ليه ما رحتش الأهلي؟ هو اللي حصل في اليوم ده، هو يمكن انا عرفت قبلها بيوم الساعه 12. هو تمام. مش عرفت، هو احمد قال لي ممكن يبقى في حاجه بكره الصبح تمام. لو كده هكلمك.
حاجة وقال لك الأهلي؟ قال لي الاهلي، اه قال لي تمام. ممكن الاهلي يخلص بكره الصبح، فلو هيخلص هكلمك يعني، ما كلمتكش يبقى خلاص الموضوع ما تمام. كملش. فكلمني على الساعه 12، قال لي خلاص الاهلي هيخلص وكل حاجه تمام والدنيا تمام بنخلص مع النادي. فهم كلموا النادي، والنادي عندنا طبعا ما وافقش، عشان كان الوقت ضيق ان هم يعرفوا يجيبوا، يعوضوك. ان هم يعرفوا يجيبوا حد يعني، لو انا طلعت مفهوم فمحتاجين يجيبوا حد. مفهوم. فقال لك احنا مش هنلحق نجيب حد دلوقتي، ممكن نأجل الموضوع لشهر واحد بس دلوقتي صعب. وجينا في شهر واحد دلوقتي. ساعتها كابتن امير توفيق قال لي ان شاء الله ما فيش نصيب دلوقتي، وان تمام. شاء الله يبقى في نصيب لينا في شهر واحد يعني. واحنا النهارده 7، عدى اسبوع من واحد، فهل انا قلت لك اتجددت؟ بقى احمد مع احمد. ما بيقوليش الحاجات اللي في الاول دي. تمام. هو اصل انا لما لسه قايل ان الاهلي عايز مدافع، وقلت كذا اختيار وقلت اسمك طبقا للمعلومه اللي عندي، فكنت عايز افهم. لا هو بدل ما قاليش يبقى لسه الموضوع ما دخلش في الجد تاني مفهوم يعني. مفهوم. ممكن يبقى في كلام، الكلام المبدئي، طب ايه، طب يكلموا النادي تاني، طب بس ان هو الموضوع دخل في الجد لا مفهوم. لسه. انت بقى رايك ايه؟ ليه بقى بسالك؟ لانه يعني شفنا رحلات كتيرة ما بين الأهلي وإعارة، ما بين العودة من الإعارة، لعب شوية ثم إعارة، لحد ما حصلت قصة سيراميك كليوباترا في انتقال نهائي. أنت بتحسبها إزاي؟ حاليا انا شايف ان بص، كل فتره ليها مقياسها يعني. انا مفهوم. الاول يمكن كانت لسه بدايتي، لسه ما لعبتش كتير، لسه الاسم لسه مش كبير، لكن انا حاليا دلوقتي ارجع ما فيش مشكله، هبقى عارف ان انا هرجع هلعب. مفهوم. غير قبل كده كنت عارف ان انا هرجع لا هستنى دوري، هستنى مش عارف ايه، لكن انا دلوقتي لا يعني الحمد لله عامل مواسم كويسه، مظبوط. ويعني مش هرجع زي الاول اللي هو لا مفهوم. انا هستنى. وضعيتك بقت مختلفة، بالظبط نضجك بقى أكتر، وبالتالي احتمالات المشاركة بقت مختلفة عن قبل كده. بالظبط. بتفرق معاك فكرة أنا رايح ألعب ولا مش هلعب؟ أنا الفريق ده محتاج مساك، فكده كده أدواري هتبقى أكتر، ولا بتحسبها إزاي وأنت بتفكر في الانضمام لأي فريق؟ اكيد ده رقم واحد، اللعب رقم واحد يعني. انا يمكن السنين اللي فاتت لما بلاقيش نفسي بلعب انا كان ممكن اقعد في النادي عادي يعني، النادي مش هيقول لي لا مفهوم. اطلع عادي، انت موجود بتتمرن كل حاجة تمام، هتلعب لك ماتش ولا ماتشين في السنة وخلاص. بس انا ما حبيتش الموضوع ده، يمكن كنت بطلع اعارات، ويمكن مشيت اعارة دجلة، طلعت اعارة وبعد كده رجعت ومشيت بيع نهائي، انا بالظبط اللي طلبت ده برضه. بالظبط. طلبت انت انك تبقى انتقال نهائي. طلبت ان انا اطلع ما اطلعش اعاره تاني. ليه بقى؟ طلعت اول مره اعاره ما حسيتش ان يمكن اكتر في وادي دجله، ان الاعارات مش هم عايزين يلعبوا اكتر الناس اللي تبع النادي. بتوعهم. فانا حسيت ان انا لو قعدت ما مش يعني مش هبقى مش هيبقوا مهتمين بيا اكتر ان مفهوم انا ابقى بيا، وانا كنت مفهوم حابب العب في وادي دجله. مفهوم. فقلت لا اطلع والعب يعني، العب انا ابقى تبع وادي دجله، ايوه، ولو في حاجه لو النادي الاهلي عايزني هيجيبني تاني مفيش لانه كان مشكله. في بند في العقد ان الاهلي يدفع عدد رقم معين ويعرف يبقى ليه بالظبط الاولويه، كان بالظبط. 7 مليون اعتقد ساعتها. كانت كل سنه بيزيد 5 مليون تقريبا، وكده كده رجعني في اول سنه يعني. مفهوم ما مفهوم مفهوم. وزي ما قلت لك عملت اللي عليا ومشيت كويس، ورق الاهلي رجعني. في بند دلوقتي في عقدك انه برضو الاهلي ليه اولويه لو دفع رقم معين انك ترجع؟ تقريبا لا، مش موجود ده تقريبا لا، تقريبا انا مش بحسب متاكد، بس معلوماتك انت هو يعني العقد ده بيبقى تبع الاهلي والنادي. وسيراميكا. مظبوط. طيب انت في وسط كلامك قلت لان انا كنت حابب ابقى في وادي دجله، دي كانت يمكن من التجارب اللي عرفت الناس كويس قوي باسم احمد رمضان بيكهام، على مستوى مشاركات، على مستوى كمان الامكانيات اللي عندك، لان كان بيدربك ساعتها تكيس، بالظبط. صح؟ ليه بالظبط. التجربه دي كانت محبوبه بالنسبه لك؟ يمكن انا كنت حابب المدربين شويه اللي هي بتلعب كوره، واول مره بعد يعني في الناشئين كان معانا كابتن سامو قمصان اللي هو موجود في الاهلي ايوه دلوقتي، طبعا. يمكن ده من المدربين اللي كانت بتخلينا نلعب كوره في الناشئين. فلما طلعت ما لقيتش يعني ما لقيتش شخصيه المدرب اللي هو بيخليك تلعب في الدوري بثقه وكده زي تكيس يعني، ايوه. فده اللي حببني في وادي دجلة، وده اللي حببني في الكرة أكتر عامة يعني. حببك في الكورة عموما عامة لأنه حسسك إن ليك قيمة جوه الملعب، ليك صح؟ ليك شخصية. هدف جوه الملعب، بالظبط. صح؟ أنت كنت بتنزل أنت يعني أي نعم كنت بتخسر ماتشات كتير في الدوري، بس بتبقى حابب إنك يوم الماتش يجي يعني في فرق مثلا
ايه ده ماتش الاهلي مثلا جه ماتش الزمالك جه انا خايف. لا ها انت بتبقى نازل الماتش عايز تلعب كوره. يمكن مفهوم كان ده باين قدام ماتشات الاهلي والزمالك. مظبوط. يمكن ما كانش معانا توفيق شويه، يمكن كانت احيانا بيبقى نتائج كبيره ممكن بالظبط خساره، لكن كنت بتقدمه شكل حلو قوي جوه بالظبط الملعب. كانت لسه اللعيبه برضه اول مره الاستايل ده فرقه تلعب بيه، ما كانش حد بيلعب بالاستايل ده. يمكن دلوقتي لما مسك بيراميدز يعني شكل الفرقه وشكل اللعيبه وكواليتي اللعيبه كمان فرق معاه. مظبوط. كان بيقول لكم ايه وقت ما كان يعني انا كنت فاكر المحللين وقتها كانوا بيقعدوا ينتقدوا التكيس، كرة حلوة بس النتائج وحشة، الفريق هيهبط، الفريق هبط، كان ده الكلام وقتها، ورغم كده كان الاسلوب واضح جدا انه في تمسك تام بيه. كان بيقول لكم ايه لما بتحصل غلطة او حاجة في محاولات كتيرة من البناء من الخلف؟ بص انا اقول لك حاجه مش هتصدقها، هصدقك عادي. كان بيسقف لنا والله. لو حاجه هو قايل لك عليها وانت غلطت فيها بيسقف لك عليها انك حاولت تعملها ومعرفتش، دي حاجه يعني دي كل لعيب وامكانياته، بس هو ما دام انت بتنفذ الحاجه اللي هو عاوزها لو انت غلطت فيها يسقف لك عليها معلش يلا اللي جايه كده. لكن لو حاجه طبعا انت بتاخد، هو ما كانش بيحب اللاعب اللي بيفضل يرقص وعايز يلعب كوره، لمسه ولعبه لمسه ولعبه. فاللاعب اللي كان بيعمل حاجه هو مش قايل عليها ايا كان مين ما كانش بيلعب الماتش الجاي. لكن لو انت غلطت اكتر من اللاعب اللي عمل يعني الحاجات التانيه دي، لا انت عادي ما دام بتعمل اللي بقولك عليه انت مفهوم. معايا. انت لعبت مع مدربين كتير قوي، ويمكن في تجاربك مع الاهلي ما بين المصري وما بين الاجنبي، هل حسيت ان تجربتك في وادي دجله دي فادتك في اي مرحله من مراحلك في الاهلي؟ طبعا هي دي اول تجربه فرقت معايا. يمكن في انا اول فرقه رحتها اعاره حرس الحدود، مظبوط، دي اول فرقه بدات معاها دوري لعب دوري عموما. فيمكن ما كانش ستايل اللعب مش عارف يعني ما حسيتش ان الواحد بيلعب كوره اتطور طبعا زي وادي دجله. يعني ما حسيتش ان مفهوم. هي فادتني اكتر من السنه بتاعت وادي دجله. الفتره دي كان الكابتن بسيوني بيدربك، كان كابتن كابتن احمد احمد ايوب بسيوني. برضو صح؟ ودي كانت بداية ظهورك للدوري، الناس بدأت تسمع الاسم خلاص يمكن بشكل عشان واضح. كانت اول سنه برضو، صح. فاللي هو انا مش هجيب لعيبه، انا لعبت تقريبا السنه دي حاجه و20 ماتش مش فاكر كام، يعتبر عدد كبير بالنسبه لاول مشاركه ليا في الدوري. يمكن اول ربع ساعه جبت جون، فدي اللي فرقت معايا ايوه شويه صح. ان انا اقدر اكمل. يعني الماتش ده كنت بتلعب وينج هو انا كنت ولا العب ديفندر بس ما اعرفش ديفندر؟ ايه اللي طلعني وينج في الكره دي. انت كان معاك برضو في الفرقه دي اللي هو محمد فاروق بنزيما بنزيما الله الله يرحمه، يرحمه. برضو كان من المهاجمين اللي هم ليهم ستايل كده في الملعب. شخصية كمان بره الملعب محترمة جدا يعني، الله يرحمه الله طبعا. يرحمه يا رب ويلحقنا بيه في الجنه ويصبر يا اهله. رب. طب تعالى نرجع لورا شويه، لما اتصعدت مع الاهلي في 14 15 ازاي جت اساسا مرحله انضمامك للاهلي وازاي اتصعدت للفرقه؟ انا يمكن اول مدرب اتصعدت معاه كان جريدو. جريدو، واول مدرب لعبت معاه لعبت ماتش في الكاس. طهطه. ده اول ماتش، ده اول مشاركه ليا. يمكن دلوقتي في الاهلي يعني عامه لعيبه، لو انا ليا ان شاء الله كابتن. رجعت يعني ابقى من تالت او رابع كابتن دلوقتي، يمكن الشناوي وربيعه وهاني تقريبا تمام، عشان ما انساش حد، تقريبا دول التلاتة انت رابعهم. تقريبا دلوقتي. قصة برضو ان الواحد يبقى طبعا كابتن اهلي دي. طبعا شرف انك تلبس قيادة النادي يعني، وبالذات النادي الاهلي يعني. اكيد متحمس لها، يعني حاجة من اسباب انك متحمس لاحتمال ان القصة تحصل هي ان انت هتبقى كابتن من كباتن انت الاهلي. عشان قلت نرجع بالزمن شوية فانا بقول لك اول مشاركة دي سبب ان انا ايوه ابقى رابع بتاعت كاس دلوقتي. مصر قدام طهطا هي دي 2014. السبب. ايوه مظبوط. وبعدين بس جريدو لما اشركك ليه ما كملتش بقى؟ ليه المشاركات ما بدأتش تاخد وقت تدريجيا في ما الزيادة؟ هو ده الماتش اللي انا لعبته، ده اللي خلاني اقدر اطلع اعاره حرس الحدود. طبعا لما بتلعب ماتش او بتنزل معناها انك بتتمرن مع الفريق الاول، مظبوط. فهيجي لك عرض. فانا كنت حابب، انا من اول سنه ليا انا حابب العب يعني، فكره اللعب اولويه عن على انت في نادي ايه مفهوم مفهوم. بس. فدي اللي خلتني اروح حرس الحدود، وبعد كده رجعت، وبعد كده طبعا رحت دجله اعاره، وبعد كده اشتروني، وبعد كده اعاره سموحه، وبعد كده سيراميكا. مع سموحة برضو كانت من التجارب الناجحة اللي فيها مشاركات كتيرة، كان اعتقد كابتن احمد سامي اغلب الفترة دي طبعا صح؟ كابتن احمد سامي برضو من المدربين اللي فرقوا معايا جدا، ويمكن
عامة من الشخصيات اللي انا بحبها بره بره الكورة، شخصية محترمة جدا، وانا حابب اشكره برضو ان هو وثق فيا واداني الثقة ان انا العب في بيدي سموحة. ثقة، من مميزات بالظبط الكابتن احمد سامي الثقة اللي طبعا، بيديها للعيبة انا بتاعته. يمكن حظي حلو والله ان انا وقعت في مدربين بيحبوا يدي للعيبة الثقة ايوه زي تكيس وكابتن احمد سامي وكابتن ايمن برضو دلوقتي معانا، بيحب يدي للعيبة الثقة اللي هو عادي العب براحتك، ما تخافش، ايوه اغلط عادي، ما دام في السياق اللي انا بقول لك عليه برضو، ما يكونش مفهوم بره السياق صح، يعني. ما مش بتبالغ في الاحتفاظ بالكرة، فانا وان بصراحة كنت انت برضو بتاع ترقيص يعني. بتاع ترقيص بس في حدود برضو، لو انت في موقف محتاج ترقيص ايوه رقص، بس لو انت في موقف محتاج يعني محتاج ترقيص وباص، لا باصي ايوه صح بس. فاهم. ف انا فاكر في لقطة كنت بسمعها بتعليق اجنبي ساعتها، كان ماتش الاهلي وسيمبا في دوري ابطال افريقيا، مش عارف اللقطة معانا ولا مش معانا، لكن عموما ترقيصة بالمروحة كانت لقطة، حتى اهي قدامنا يعني على الشاشة، ادي المروحة وادي الترقيصتين، فجأة بقيت هنا يعني رقصت، عديت تقريبا 5 لعيبة، ادي 3 في الصورة واتنين جريوا عليك لحد ما عملت الكرة العرضية اللي جت. كمين اللي عمل الهيد بقى ده؟ محمد شريف، ضيعها لك، ضيع لك اسيست انا عالمي. فكرتها جون خبطت في العارضه. هي تدي جول فعلا. زي ما انا بقول لك، انت لو بصيت في الكره دي هتلاقي الموقف ده ده الحل. محتاج انت وسط 3 وما فيش حد تبصيله، فهو الموقف ده انت محتاج ترقص فيه، محتاج مظبوط. يعني الحل الفردي بتاعك. بس قلت ايه لمحمد شريف بعد الهيد اللي ضاع ده؟ ما قلتش حاجه والله، ما قلتش. رجعت ادافع بقى. بينك وبين نفسك قلت يا شريف. كان الكرة دي نفسي اتردت بعدها، واحمد رمضان بيكم راح شايط الكرة دي، يعني كانت هجمة حلوة من اولها لاخرها بالنسبة لك انت دي. محمد شريف لعبت معاه في الاهلي، لعبت معاه في وادي دجلة. شوف، بتشوف ازاي محمد شريف كمهاجم عموما انت؟ ما لعبتش معاه في وادي ما دجلة. لعبتش معاه في دجلة؟ كان راح امبي تقريبا، تمام. لما انا رحت دجلة تقريبا هو راح امبي لعبت تقريبا. ضده برضه لما كان في امبي لا، انا فاكر. مهاجم سرعة ولاعب كورة وفينش على الجون كمان، اتطور لما راح الاهلي اكتر، ما شاء الله عليه يعني، ربنا يوفقه في الاحتراف ان شاء الله، وكسر الدنيا. ان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. فترة الاهلي اللي هي كانت مع موسيماني، انت بتقيمها ازاي في حياتك؟ هي مش من احسن الفترات اللي ليا قوي، ممكن الناس تستغرب ان هو لعبت معاه، يعني اكتر مدرب لعبت معاه. بس فالناس يمكن تستغرب ازاي رغم انه اكتر مدرب اتمرنت بالظبط معاه، فمش دي مش احسن فترة بالنسبة لك، بالظبط مش ليه احسن بقى؟ فترة ليا، عشان انا يعني الفترة الوحيدة او ممكن حياتي في الاهلي يعني ما خدتش فرصة ان انا العب في مكاني على طول. باك رايت مثلا، حطني في مكان الباك رايت، طب انا عايز العب عايز العب مكاني تمام. اقل حاجه يعني، العب مكاني طيب. خلي الناس تشوفني وانا مركز يعني. حتى في التمرين باك رايت اتكلمت معاه وقلت له طب حطني في التمرين ان سيرد باك، قال لي انا شايفك انك رقم 2 مثلا في الباك رايت، انت مثلا 6 في السيرد باك. قلت له خلاص انا ما عنديش مشكله ابقى 6 في السيرد باك، بس العب في مكان انا. يعني وقت ما تحب تلعبني باك رايت هلعب، ايوه. هأدي بس مش ال100%. انت مثلا اجيب لك مثلا، هات مين، منعم مثلا، حجازي، لاعبه باك رايت، هيأدي، هيلعب هيأدي، بس مش مفهوم. هيديك ال100%، هيديك 80% مفهوم. 70% 90%، مش هيدي ال100%. فانا كان موقفي كده ان انا مش مكاني، هلعب فيه بس مش مكاني. مفهوم. فيمكن دي المشكلة اللي حصلت ودي اللي خلتني تطلع. اطلع اعارة. الإعارة اللي اتحولت لبيع بتاعت دجلة. لا، ده موسيماني كان سموحة في سموحة. سموحة في الاول. مظبوط. يمكن دي اللي خلتني اطلع الاعارة، ان انا ما كنتش حابب اكمل بالوضع ده، مش واخد فرصتي موسيماني لعبك باك ليفت برضه قبل ماتش، تقريبا ماتش المحلة تقريبا في ماتش لعبته صح؟ مع باك ليفت. في بس ماتش يعني لعبت باك كان ليفت. بمنظور ان هو انا باك رايت، فتلعب باك رايت وباك ليفت، مش منظور ان انا سيرد باك. فيمكن ما حبيتش الوضع ان انا عايز اخد مفهوم. فرصه في مكاني، زي ما ايوه. زي بقى اي حد بياخد فرصه في مكانه. اديني فرصتي طيب. رجعت تاني برضو مع موسيماني. رجعت تاني. يعني رجعت بناء على طلبه. انا فاكر كان في وقت كابتن احمد سامي حتى قال انه موسيماني كلمك انت بنفسه علشان، صح؟ ايه اللي كلم حصل ساعتها؟ خير. كان حابب ان انا ارجع، وكابتن احمد سامي ما وافقش برضه، عشان كان في شهر واحد وهو كان محتاجني معاه واتكلم معاه، قال لي انت دلوقتي يعني شوف، انت كنت ما بتلعبش، ولما هو كان عنده حق، قال لي لما جيت دلوقتي بقى هم اللي عايزينك، انا عايزك تكمل السنه دي معايا وهتبقى في حته تانية، يعني مستواك هيعلى اكتر غير 6 شهور، غير لما تلعب سنه. وفعلا كان عنده حق،
انا دلوقتي لما طلعت ولعبت سيرد باك انتوا دلوقتي طلب اه مظبوط. انا ارجع تاني، مش هاخد فرصتي ولا العب، لا ان ايوه. اكمل احسن وبعد كده ابقى ارجع تاني. هل فكره انك بتوافق بلعب في مكان رغم ان هي بالنسبه للمدربين تبقى كويسه بان انت شفت نقطه هي معايا انا حابب العب في مكان، اه لعيب الكوره بلعب في اي مكان، تلعب اهم بس حاجه. زي ما قلت لك انت مكانك هتأدي في 100%، بس هتلعب في مكان تاني مش هيبقى 100%، ايوه هيبقى مفهوم. 80%، فالناس هتاخد عنك فكره ان 70%. انا لعبت فاهم. مكان اخد ال 100% الاول وبعدين العب. صح. معين الشعباني برضه مع سميك ريبارا لما رحت بقى من الاهلي بالك موسم اللي فات وده الموسم اللي فات برضه لعب باك يمين، بالظبط، دي بقى تعامل معاها بس في ازاي؟ خلاف ايه بقى؟ ان هو انا كنت معاه سيرد باك، فبيحتاج ماتشات، كان تمام احمد هاني اتصاب ايوه. كان محتاجني ماتشات معينه، اللي هو هلعب باك رايت لحد ما الباك رايت بتاعنا يرجع يعني. فدي ما انا ما عنديش مشكله فيها، مفهوم. انا رقم مش واحد العكس بالظبط، ما اه تقيمنيش ان انا رايت، ايوه بس مفهوم هي دي مفهوم الفكره. تمام. ما الدوري السعودي الاهلي كانش جامد جدا وهدف تقدم الاهلي تعادل بعدها ليكم بعدها فوز في الدقائق الاخيره الماتش ده ايه اللي تفكري تفاصيله؟ هو ماتش عامة الماتشات اللي بيك بقى خدت عليها اه يعني، من الكرة تقريبا كان 1-1 ورايحة جون لينا بطرد، جميل. لعبت مع رجب بقى اكتر من رجب 40 اه جميل جدا، رجب سموحة ايوه ونفسه من الشخصيات كمان المحترمة جدا، اي قائد كان كابتن الفريق في سموحة، وبرضه مش كابتن الفريق في سموحة، هو الملعب يعني بيتكلم كتير وبيوجه اللعيبة، ودي ميزة طبعا كبيرة فيه يعني. الماتش ده انت كده حاجه ما بينك وما بين امام عاشور في الماتش بتاع الدوري ده لا يا شد صعب يعني، امام عاشور مدرسه الكوره ازاي اللي انا ده؟ درست، انا كنت فيها حميد في مطلعنا انا وامام، ف ياه فحلو. بيحد هو وداية واحده 99 وانا 97، بس مع بعض من واحنا صغيرين يعني، اه فهي كانت شدت ملعب مش اكتر، امام اخويا يعني ما انا ما عارف فيش اي حاجه انتوا منتخب اولمبي ده اللي الناس مع بعض. بتشوفه يعني، لكن فكره ان انتوا كمان الطفوله مع بعض دي معلومه جديده تماما عندي يعني. الاخوات بتخانقوا يعني صح. زي ما قلت لك، هي شدت ملعب وعدت، ويمكن بعد كده اتكلمنا عادي. ما اول جول في مرمى ناديك بتبقى احساس عامل ازاي؟ سجل بيكهام في مرمى الاهلي في مرمى محمد الشناوي الموسم اللي فات وهو بقميص سيراميك كليوباترا، الاحساس ده كان عامل ازاي بقى من جواك انت؟ هو عامة تسجيل الجون إحساس حلو عامة في أي نادي، بس تمام إنك تسجل في فريقك، يمكن ناس كتير استغربت إن أنا احتفلت، احتفلت اه بس أنا احتفلت لحاجة تانية، مش عشان أنا المدام عندي كانت حامل، اي فعايز احتفالي مش اللي هو أنا فرحان إن أنا جبت جون قدام الأهلي، لا أنا احتفالي اللي هو بالبيبي الجديد بس. اي كان الولد ولا البنت؟ كان الولد الولد هو بقى عنده ثانوي دلوقتي بقى عنده 8 شهور 8 شهور اسمه ايه؟ زيد. كابتن زين ربنا يخليه لك يا رب، يا هو رب. ايمي اعتقد مش كده، إيميلي إيميلي ربنا يخليهم لك ويفرحك يا بيهم ان رب. شاء الله. ان انت احتفلت مرتين بيهم يعني، مرتين احتفلت احتفال الكوره اللي هو دخلها مره بالموته ومره بالولد. مرة بالولد فاكر انا باهداف احمد رمضان بيكم، لكن ده هيوديني بقى لاخر حاجه دلوقتي في سيراميك كليوباترا. في السوبر كنتوا فرقة جامدة جدا وكانت فرقة ند بند قدام البطل اللي في الآخر اللي هو الأهلي، وحتى في ماتش الثالث والرابع كنتوا طرف أقوى من بيراميدز في وقت كبير قوي من المباراة، خلصتوا رابع في الآخر، احكي لي الإحساس كان عامل إزاي؟ طبعا، انت كنت داخل البطولة هدفك انك تاخد البطولة، انت طبعا مع 3 فرق كبار، اهلي وبيراميدز وفيوتشر، فانت لا انا واخد برضو واخد بطولة، فانا جاي زي انا يمكن بطل يمكن اه زيك زي الاهلي، يمكن اي بيراميدز وفيوتشر مش ابطال، اللي هو مفهوم تاني مثلا تاني دوري او تاني حاجة ايوه كده، مظبوط. فانت بطل زيك زي الاهلي وهتلعب الاهلي، فيمكن الماتش ده احنا كنا احسن فيه، بس طبعا فرق الخبرات بتاع الاهلي، ويمكن الجون اللي جه كمان جون ان جون انت جايبه في نفسك، فجون يزعلك قوي، اه فانت خلاص دقيقة مثلا متعادل مع الاهلي طبعا حاجة حلوة، وهتلعب ضربة جزاء ايوه حظ بقى انت ونصيبك يعني، فالجون ده يمكن الجون ده زعلنا جدا. وتاني ماتش التالت الجول ده جه بعد دقايق من خروجك يعني، بديلك هو اللي تسجل الجون بص، في رجله ارثر هو مش موضوع جاستس ارثر صح؟ جاستس، هو سوء توفيق يعني، حتى لو شفت الجون هو بيجري كرة خبطه في خبطت ثلاثه يعني ثلاث حاجات اتخبطت فيهم اي الكوره. حد هيبقى في المكان ده هتيجي فيه وهتخبط يعني، مش موضوع هو نزل، ف هو يمكن بعدها زعل جدا وتأثر وفضل يعيط في الأوضة، ياه كلنا وقفنا معاه وقلنا له يا ابني يعني، حد كان بيترجم طبعا يا ابني صن يمكن مستر طارق كمان قال له يعني ولا اي حاجة، انت نعم يعني ما فيش فيها هزار يعني، اي حد هتخبط فيه وهتيجي جون صح. بس. هي قاسية جدا عليه خصوصا في توقيتها وانت خلاص داخل على بينالتيز ممكن تبقى
بالعكس ده انت كمان عندك حارس عنده خبرات بعكس شوبير خبرات اقل، فانت فجأة رايح على 50 50 او اكتر، فجأة الماتش بيخلص. بالظبط فقاتلة جدا اكيد بالظبط. بالنسبة لكم. انت الماتش ده خرجت مصاب؟ جالي شد في الدقيقة 88 تقريبا. مظبوط، قبل الماتش ما يخلص بدقايق قليلة جدا. حصلت قصة ساعتها بتصريحات كابتن ايمن الرمادي، انفعالات محمد ابراهيم، انفعالاتكم انتوا طول المباراة، والتحكيم بيعاملنا بشكل مختلف. هل ده كنتوا حاسينه جوه الملعب ان المعاملة مختلفة ليكم ولاعيبة الاهلي؟ مش حاسين، وهو المعاملة طبعا مختلفة بين يعني الحكم اللي بيحكم، المعاملة بتبقى مختلفة بس في الاسلوب، في اسلوب الكلام. انت لما تكلم مثلا لعيبة الاهلي بطريقة كويسة وتيجي تكلمنا بطريقة مش كويسة، فانا غصب عني هتعصب، اللي هو انت يعني ليه بتكلمه بطريقة كويسة وانا بطريقة مثلا مش احسن شوية، مش هقول لك مش كويسة، هو طبعا الحكام كلها بتتكلم بطريقة كويسة بس دي مش زي دي. ويمكن برضو اللي عصبنا في الماتش ان في فاولات كتير قوي للاهلي، فيمكن ده اللي ضغطك طول الماتش، كل ما تقطع كوره فاول، كل ما تقطع كوره فاول، فده ضغطك طول الماتش. مش انتوا عارف، دي وحسيتوا ان هي فاولات مش مستحقه يعني؟ في فاولات مستحقه طبعا وفي فاولات مش مستحقه، يعني في فاول في الماتش، فاول ليك حسبه عليك، ففي فاولات فعلا مش مستحقه، فده اللي ضغطك طول الماتش، انت مش عارف تقطع الكوره وتعمل هجمه مرتده مثلا لو بنلعب على المرتده او بنلعب على ايا كان. فيمكن ده اللي عصبنا اكتر شويه، ويمكن عصب محمد ابراهيم بزياده، فعشان كده اتطرد في الماتش. اطرد وتوقف اربع بعد ماتشات الماتش عن السوق. تقريبا. بالظبط، بعد الجول على طول. بس طبعا اي حكم ما بيبقاش قصده، اللي هو انت لعبت في الاثنين يعني، انت لعبت في اهلي وفي غير الاهلي، انت بتحس ان ده مختلف التعامل مع لعيب اهلي عن لعيب غير اهلي، او لعيب اهلي او انديه قمه وانديه مش انديه قمه؟ بص، انا يمكن انا بالنسبه لي انا ما حسيتهاش كتير عشان ما يعني ما لعبتش في الاهلي فتره كبيره، يعني ما حصلش احتكاك قوي مع الحكم ان انا احس الموضوع ده. بس انا في الماتش ده حسيت شويه ان في تفرقه شويه. حسيت كده طبعا، ممكن برضو يكون احساسي غلط، بس انا مفهوم. في الماتش ده انا حسيت كده. لجنه الحكام سئلت عن هذا الامر، سالناها قالت انه التعامل على مسطره واحده مع الجميع. لكن الكابتن ايمن الرمادي، هروح طبعا معاك لماتش بيراميدز، يعني ازاي بتقيم تجربته معاكم؟ خدتوا معاه بطوله الرابطه الموسم اللي فات، ودلوقتي في الدوري بتشايفين ازاي وضعيه الفريق؟ انا شايف ان الفريق اتطور جامد برضو مع كابتن ايمن. يمكن هو في الرابطه ما كانش لحق قوي، كان جالنا تقريبا قبلها باسبوع. مظبوط. يمكن الماتش ده برضو ادانا الثقه فيه، كان قبلها كابتن حلمي طولان، مدرب محترم جدا ومدرب كبير جدا، راح اتعلم منه كتير برضو. اتعلمت منه ايه؟ اتعلمت منه الالتزام اكتر حاجه، الالتزام بالمواعيد كمان اكتر حاجه. كان بيجيبنا قبل التمرين بساعتين، تمام، نقعد مع بعض في الاوضه، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. عامه معظم الفرق بتروح قبل التمرين بساعه، تمام. ممكن الناس اللي مش عارفه يعني تتجمع قبلها بساعه، والتمرين مثلا 3 4 4 5، احنا تمام. كنا بنروح قبلها بساعتين علشان ايه؟ يخليكم تعيشوا مع بعض وقت اطول، نقرب من بعض، وعشان برضو ما فيش حد يحصل له ممكن قبلها بساعه مثلا مفهوم عربيه تعطل بيك او حاجه مفهوم. فتتاخر. اتخصم لك قبل كده؟ فهو الحمد لله لا، لحد دلوقتي لا، ربنا يستر. مفيش حاجه لها علاقه بالالتزام لا حصلت لك لحد قبل لا، كده؟ انا بحب انزل بدري، لو مثلا الطريق نص ساعه تمام بحب بدري ربع ساعه زياده مفهوم تلت ساعه زياده، مفهوم عشان كويس. اي لا قدر الله اي ظرف يعني. نرجع للكابتن ايمن الرمادي مره تانية. بس فيمكن دلوقتي بقى لنا فتره اكتر مع كابتن ايمن، ويمكن مستوانا اتطور وبقينا نعمل الحاجات اللي هو طالبها مننا، فده فرق معانا في الاداء وفي الـ يمكن برضو كابتن ايمن من المدربين اللي بتحب تلعب كوره، تحب برضو تخلي، انا يمكن قلت لك انا من اللعيبه المحظوظه ان انا وقعت في مدربين بتحب بتدي تلاعب اللعيبه كوره. بالظبط، بتدي للعيبه ثقه، اللي هو العب براحتك انا مش ضغطك، بس برضو في السياق اللي انا بقول لك عليه. مفهوم. بس فمدرب محترم جدا ومدرب شغله عالي جدا. انت واضح ان انت يعني تقلت الفتره اللي فاتت ديت مع سيراميك، التجربه دي تجربه تحس ان هي النضج، تجربه التجارب اللي فاتت متكونه في التجربه الحاليه يا احمد. بالظبط، ما لعيب الكوره انت دلوقتي كل سنه بتعدي منك لازم تستفاد منها بحاجه. انا يمكن كل سنه كانت بتعدي بشوف ايه اللي ناقصني فيه وبشتغل عليه. ويمكن اشتغلت فترة مع شركة بتحلل لك الأداء، أنت ناقصك واحد اتنين تلاتة. لقيت إيه اللي من خلال تحليل الأداء
اتقال لك ان انت محتاج تشتغل عليه وفعلا اشتغلت عليه وارقامك اختلفت بعدها. يمكن الوقفة جوه ال 18 شوية، في كور لا ما ينفعش تسيب المهاجم في ظهرك، تمام. لازم تبقى عدلة الجسم على طول للكرة ولل عشان بتختصر وقت بالظبط بالنسبة لك. بالظبط، حاجات كتير الناس، الحاجات اللي الناس مش واخده بالها من مظبوط. اللي هو بيبقى الكرة في حته وانت باصص عليك بيقول لك بص انت ممكن لو اتلعبت في الحته دي ما بتتلعبش، بس ممكن لو اتلعبت تيجي جون، فانت تأمن نفسك تبقى واقف في المكان الصح. مفهوم مفهوم تماما. احمد ياسر ريان بالعوده لسيراميك كليوباترا كان معايا من كام يوم، قال لي ان هدفنا نخلص الدوري في المربع الذهبي، شايفينها ممكنه؟ احنا يمكن عايز اقول لك ان احنا هدفنا دلوقتي ان احنا ننافس على الدوري تنافسوا على الدوري. بالظبط، بعد الاداء بتاع كاس الرابطه بقى هدفنا دلوقتي، هدفنا في اول السنه زي ما هو قال لك تمام. ربع الدوري، يمكن هدفنا دلوقتي بعد الاداء بتاع كاس الرابطه السوبر ولا الرابطه؟ بتاع السوبر، السوبر. بتاع السوبر، ان احنا نكمل على المستوى ده، ولو فضلنا بالمستوى ده شايف ان احنا ننافس على الدوري. وبصراحه انتوا كفرقه اللعيبه كلها عندها قدره ان هي توصل لده، يمكن بالظبط، ممكن اضافات بقى على مستوى الدكه ازاي تبقى اقوى فتوصلوا لفكره اللقب، لكن انتوا كلكم لعيبه عندكم الخبرات اللي تؤهلكم لحاجه شبه كده. بالظبط، اللعيبه كلها، يمكن كمان الدكه كمان تقيله، يعني يمكن الفرقه كلها ما بيفرقش مين لاعب مين ما لعبش، يمكن محمد ابراهيم طبعا من اللعيبه الاساسيه لعبت معانا اول ماتش، يمكن تاني مظبوط ماتش بيراميدز ما لعبش، وطبعا مظبوط محمد مطلوب ابراهيم بيفرق معانا طبعا. في الملعب كشخصيه وككابتن وكاداء طبعا. بس انا الفكره ان عايز اقول لك تاني ماتش ما لعبش، الفرقه مشيت زي ما هي، ايوه صح. في ماتشات انا ما بلعبهاش الفرقه بتمشي زي ما هي، ما فيش فرق، ده لعب زي ده ما لعبش، عادي كل واحد يعني. ده كلام محترم ومهم ولازم يتقال. انا الرأي ده كان بتاعي انا، بتاع ان ممكن يكون في صفقات ربما بتتقل الفريق اللي عايز ياخد لقب، ده مجرد وجهة نظري انا، بما انه انت فاجئتني بفكرة عايزين ناخد اللقب، ودي ده طموح مهم جدا ومفيد جدا لأي فرقة عايزة تواصل في نفس بالظبط. الدوري تحديدا. ماتش بيراميدز وكرة احمد ياسر ريان شفتها ازاي؟ والله يا وارد تحصل لأي لعيب، يعني ممكن الناس تاخدها بطريقة تانية، بس هو يعني الكرة قبلها انت لو شفتها دخل ما بين اتنين وخد الكرة، بس مجهود هو جامد. يمكن سوء توفيق ان هو بيستلمها كده ما مشيتش معاه فبيحطها، جت في بطن رجله من جوه شوية فجت في العرض، يعني هي مش محتاجة لعيب كويس عشان يعني دي ما تحكمش عليها، ايوه لا هي صح سوء توفيق يعني صح مش صح أكتر. انا حاولت احللها معاه كده، قال لي لا بقول لك ايه الكوره دي ما تضيعش، ما تحاولش تبرر يعني. هي ما انا بقول لك هي مش صح محتاجة لعيب كويس. صح مش محتاجه لعيب كويس صح. دي الاكثر منطقيه، الجمله الاكثر بالظبط منطقيه اللي اتقال، دي ما تقيمش بيها اللعيب ده كويس ولا مش كويس. بالظبط بالظبط كده تماما. طبعا ده كان رد فعل بسام، وده رد فعل كابتن ايمن الرمادي، وده رد فعل احمد هاني، وده رد فعل احمد ياسر ريان نفسه. طيب سألتك انا عن الاهلي، الزمالك برضو زي ما قال التقرير من الاندية اللي بتدور على مساك، واللي احمد رمضان بيكم من ضمن اللاعبين اللي في رادار الزمالك، هل حصل تواصل؟ تواصل برضو كان مع احمد يحيى زي ما قلت لك، واحنا في الامارات في البطولة، قال لي ان في كلام يعني، بس برضو زي ما قلت لك رسمي وجد ما فيش اي حاجة. تمام. وانت بالنسبة لك دي كتجربة ازاي بتشوفها؟ طبعا اهلي وزمالك ودلوقتي بيراميدز اعلى 3 اندية يعني. طبعا بعد الرجوع لنادي سيراميكا لو مفهوم ما فيش اي مشكلة، ما انا بالنسبة لي ما فيش مشكلة مفهوم. يعني. بيراميدز حصل اي تواصل؟ لا لا بيراميدز، لا بيراميدز يمكن السنة اللي فاتت برضو الكلام اللي هو المبدئي، وبعد كده الأهلي لما دخل في الموضوع في الآخر ده الأهلي بس هو اللي كان جد بتاع السنة اللي فاتت، انك تيجي من ترجع من وادي دجله. اللي هو كان في آخر يوم، مفهوم. اللي هو لا بدايه الموسم. اللي كان في آخر يوم السيراميكا. وانت في سيراميكا وجالك الاهلي وجالك بيراميدز. بس دخول الاهلي خلى بيراميدز يبقى بعيد. بيراميدز كان كلام في الاول، انا تمام بقول لك مفهوم. اللي دخلوا في الجد قوي الاهلي. كان الاهلي هو اللي كمل، لكن قبل ما القصه ما تكتملش زي ما قال احمد رمضان بيكم من شويه. عايز اروح معاك بقى للمنتخب. يلا يلا بينا. بس الاول انتوا عندكم كاس الرابطه اللي انتوا حامل اللقب فيها،
طموح اكيد من طموحاتكم الفوز بيها مره تانية، اكيد عايزين صح؟ ناخدها تاني يعني، دي هتوديك برضه للسوبر، بطوله جديده وبطوله لعبنا فيها يعني وجربناها، فنفسنا نجربها تاني ربنا معاكم ان يا شاء رب. الله. في منتخب مصر، احكي عن اليوم اللي اعلنت فيه القائمه المبدئيه ال 55 لاعب، كان ايه احساسك وازاي تلقيت الخبر ده؟ انا شفته والله على ال يعني شفته بعدها، لقيته نازل على الاسماء اللي هي بتنزل للبيدج بتاعت منتخب الاتحاد بتنزلها، لقيت اسمي في القائمة، اكيد حاجة حلوة، حاجة تفرح يعني. ف فرحت ان اسمي موجود، كانوا 55 لعيب تقريبا، مظبوط. فرحت ان اسمي موجود فيهم، وكان نفسي يبقى اسمي موجود في القائمة النهائية يعني. حسيت ان هي ممكن هتحصل ولا توقعت ان انت ممكن تبقى في القائمة الأخيرة مش موجود؟ لا كنت حاسس ان انا قريب يعني، كنت حاسس ان ممكن اكون في القائمه النهائيه. القائمة النهائية لما جت من غير اسمك انت عملت ازاي؟ اكنها ما اكن موضوع المنتخب ده ما جاش، وعادي مش هزعل عليه يعني، عادي، ولسه في سنين جايه وفي كاس عالم، لا العب واعمل اللي عليا واشتغل على نفسي اكتر، اشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني، وابقى موجود ان شاء الله في كاس العالم. عندنا حجازي، عندنا عبد المنعم، عندنا ياسر ابراهيم، علي جبر، احمد سامي، اعتقد كده قلت كل الاسماء بتاعت المساكين اللي في المنتخب. ايه رسالتك اللي تقولها لهم وهم مسافرين بعد بكره بعد ما لعبوا ماتش تنزانيا النهارده؟ عايزين البطولة، دي أهم حاجة، دي أهم رسالة مصر كلها عاوزاها، إن إحنا عايزين البطولة. فيتوريا ازاي التعامل معاه باعتباره انه اول مدير فني يبقى شايف ان بيكهام واحد من القوام الكامل بتاع الفريق؟ هو طبعا ده أول مدرب انضم معاه للمنتخب، يمكن كروش كان اسمي في القائمة المبدئية. مظبوط. السنة دي أول سنة أروح فيها المنتخب وتلعب. والعب، لعبت 3 ماتشات، فدي حاجة كويسة يعني، حاجة كويسة بالنسبة لي وفي مسيرتي يعني. شايف عندنا قدرة ان احنا نكسب البطولة؟ بإذن الله أنا نفسي نكسب البطولة، دي حاجة هتساعد مصر وهتساعد اللعيبة اللي هو بره، حتى كمان في الاحتراف. ليه ما يبصوش على اللعيبة المصرية؟ طب ما اللعيبة المصرية بتاخد أفريقيا، المشكلة يبصوا على باقي اللعيبة، مظبوط. حتى كمان اللعيبة اللي في المنتخب هتحترف، فاللعيبه اللي ما بتلعبش هتروح انديه اعلى، مثلا محمد عبد المنعم ربنا يكرمه ويحترف، فالاهلي هيبص البدائل في مصر، فاللعيبه اللي موجوده المدافعين الكويسين هيروحوا الاهلي، ايه تمام المشكله؟ تمام مفهوم، فدي حاجه حلوه للعيبه في مصر عامه يعني. مظبوط، صح. المنتخب ماتش تونس، كنت انت الاول بدأت باك ليفت، فايه كواليس انك ايه ملابسات انك لعبت باك ليفت، وبعدها بعد الجولين اللي جم فينا لعبنا ثلاثة، فمرموش بقى هو اللي ناحية الشمال وعمر ناحية اليمين، وانت وحسام وعلي جبر ثلاثة في قلب الدفاع. احكي لي عن العشر دقايق او الربع ساعة اللي حصل فيها كل الحاجات دي. يمكن اول 10 دقايق دول الواحد اكنه كان بيحلم فيهم، اللي هو اول ماتش يعني ببدا، انا يمكن بدات في ماتش كان جنوب السودان تقريبا، ايوه ده بداته، مظبوط، بس اول ماتش بدأت يمين. بداته يمين، صح، ولا نزلت مكان محمد هاني؟ بداته وطلعت ما بين الشوطين. ايوه تمام، الماتش مظبوط، اللي في البطوله اللي هناك ده غينيا، ده اللي نزلت غيني فيه. بالظبط. ماتش تونس يمكن اول ماتش بتلعب تونس، ماتش قوي، اول 10 دقايق يجي في الجونين، فطبعا حاجه مش حلوه يعني، وان هو في نفس المكان اللي انت بتلعب فيه، يمكن سوء توفيق، يمكن الجونين جايين من الجنب ده سوء توفيق. مظبوط. بعد كده لعبنا بثلاثه ورا، لعبت سيرد باك ثالث، يمكن عملت ماتش حلو قوي يعني. حقيقي حقيقي، لما صح لعبت في مكاني يعني، صح عامه لما ده بقى اللي انا بقول لك عليه، ان انا لعبني في مكاني وقيمنا على مكاني. قال لك ايه فيتوريا بعد الماتش ده؟ ما قاليش حاجه والله ما قالكش يعني، حاجه. يمكن ما اتكلمش بعد الماتش تقريبا، وانا ما رحتش المعسكر اللي بعدها، فما ما اتكلمش معايا عامه يعني. حسيت ان ممكن يكون الماتش ده ظلمك في التقييم؟ ممكن، وممكن لا، ممكن عادي، انا لما لعبت في مكاني مفهوم. اديت وعملت اللي عليا وكنت كويس،
انا فاكر انت بدأت باك ليفت لانه قبل المعسكر ده فتوح اتصاب في ومحمد حمدي اتصاب، الاثنين اتصابوا. هما الاثنين اتصابوا ساعتها. ده الماتش اللي معلول لعبه في تونس، بدأ اساسي، وده كان اللي هو معلول بتاع لعيبه الاهلي ولعيبه بالظبط. بالظبط، كانت قصه يعني موجوده. اما منتخبنا الاولمبي فقبل الختام برضو لازم نفتكر الكابتن شوقي غريب واسالك عنه، كيف كان يعامل احمد رمضان بيكم وايه دوره معاك في مسيرتك كلاعب عموما؟ يمكن كابتن شوقي غريب طبعا من اللعيبه، من المدربين الكبار اللي بيخلي برضو اللعيبه تلعب براحتها شويه، يمكن براحتها دي في الجزء الامامي شويه، بيخلي الاربعه اللي قدام يلعبوا. احنا ما بنلعبش فرود، نكون الاربعه اللي قدام مع بعض. يعني كان رمضان ومصطفى، وكان كان عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي، وكان مين، عمار تقريبا كان تحت صح، الفرود. ايوه. كان ناصر اول ماتش واتصاب، وبعد كده لعب عمار تقريبا. بيخلي اللعيبه اللي قدام براحتها، لا مركزيه قدام بس مظبوط. ورا بتلعب مان تو مان، ما فيش حاجه اسمها انت مع ده ما لكش دعوه باي حاجه. هتسيبه. فيمكن عملنا بطوله معاه كويسه جدا. هو الالتزام عنده برضو رقم واحد تمام. في الملعب، وبره الملعب من الشخصيات اللي تحب تقعد معاها وتتكلم معاها، وكوميدي جدا يعني. عارف ده كويس. ايه اكتر حاجه فاكرها كوميديه مع الكابتن شوقي غريب؟ يمكن اللقطة بتاعت الجون اللي جه فينا بين الشوطين، لما هو كان لسه بنسنتر، فرجعنا الكورة جت جون، كان هو لسه داخل واللعيبة بتحتفل. ف هو في ايه يا جماعه، يا ايه اللي جماعة بيحصل؟ يا جماعة في ايه؟ دي كانت لقطة فعلا كوميدية علينا كلنا، مش عليكم انتوا بس كفرقة يعني. والكاميرا جت عليه كمان وهو هو داخل مستغرب ايه؟ بيسأل في ايه؟ في سؤال جاي لنا على البيج، احمد المتعب بيقول مين اقرب حد ليك في الاهلي؟ اقرب حد ليا في الاهلي، يمكن ما فيش حد قريب مني قوي دلوقتي، يمكن ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم بيقول لك ممكن ترجع بيتك تاني، خاصة انك لاعب كبير. اكيد انت قلت ممكن. وسؤال من محمد عبد السلام، لو جالك عرض من الزمالك تروح؟ اكيد اكيد جاوبت على السؤالين خلال الحوار. عموما انا بشكرك جدا احمد رمضان بيكم، بحييك على المستوى اللي انت وصلت له دلوقتي، يمكن لسه في اكتر كتير، لكن بشكرك تاني على وجودك معانا، وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. انا بشكرك انا والله على الحلقة الجميلة دي، وان شاء الله ما تبقاش اخر مرة، أبدا. على طول نبقى مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله تكون التجارب اللي جاية كمان، او اللقاءات اللي جاية وانت محقق فيها نجاح كبير، سواء بشكل دولي للمنتخب او على مستوى الاندية اللي انت بتلعب فيها، ان شاء الله. اللي هي سواء سيراميك كليوباترا فريقك الحالي، او ايا ما كانت الوجهة زي ما انت اتكلمت. ان شاء نورتنا الله وشرفتنا يا كمان حبيبي. نورنا احمد رمضان بيكم، وانتوا كمان نورتونا في حلقتنا النهارده. غدا باذن الله لقاء جديد الساعه 11 على شاشه صدى البلد. حتى نلتقي، تحيات كل فريق العمل، وتحياتي هاني حتحوت، الى اللقاء.